السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمونا برأيك عشان يوصلك كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022. ونبدأ سعر حديد عز 19400، سعر حديد بشاي 19400، سعر حديد العتال 19200، سعر حديد عطية 19100، سعر حديد سرحان 19100، سعر حديد المراكبي 19100، سعر حديد المصريين 19270، سعر الحديد في مصر الكومي 19000 جنيه، أسعار الحديد المعادي 19000 جنيه، أسعار الحديد العاشي 19000 جنيه، أسعار حديد مصر ستيل 19000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فكالتالي: أسعار الأسمنت البروتولندي العادي كالآتي: سعر أسمنت المسلح 1500، سعر أسمنت النصر 1450، سعر أسمنت المعلم 1450، سعر أسمنت وادي النيل 1450، سعر الأفراج الأسمنت المخصوص 1480، أسمنت العريش العسكري 1430-1440، أسمنت حلوان 1480، أسمنت السويدي 1530، أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت 1430، أسمنت المسلة 1430. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت الأبيض في الأسواق المصرية فكالتالي: أسمنت سيناء الأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2600، سيناء الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 2500، رويال ألمنيا الأبيض سوبر رويال 2500، رويال ألمنيا الأسمنت الأبيض رويال العادة 2500، أسمنت حلوان المنيا الواحة الأبيض 2500. أما بالنسبة لأسعار أسمنت المخلوط في الأسواق المصرية فهو كالتالي: أسمنت أسيوط 1250، أسمنت حلوان الواحة 1270. أما بالنسبة لأسعار أسمنت المقاوم سي ووتر فهو كالتالي: الشركة العربية للأسمنت المقاوم 1550، الأفراج للأسمنت قهر البحار 1550، السويس الأسمنت السويس سي ووتر 1520، السويدي السويدي المقاوم 1560. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، دعم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.